لا يمكن أن نقول بأن الأمور تسير على جانب الإيجابيات فقط. قد توجد سلبيات، وهذه السلبية لا يمكن لأحد أن ينكرها، وتوجد سلبيات خارجة أيضا عن نطاقنا مما لا يمكن أن نسعف فيه ومما لا يمكن أن نتدخل فيه، مع إقرارنا بأن بعض النقائص اللي كانت موجودة في الفنادق كان يتم التدخل مباشرة عن طريق رؤساء المكاتب إلى أولا إلى أصحاب الفنادق أو ممثلي الفنادق، وإلا عن طريق المطوف أو عن طريق المؤسسة، وسجلنا ولله الحمد استجابة كاملة غير مترددة إلا فيما لا يقدر